اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ضارعا وبدنا صابرا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا حامدا ورزقا واسعا وعلما نافعا. اللهم في يوم الجمعة اجعل لنا نصيبا من الرحمة والمغفرة والرضوان، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سأل الإمام الشافعي رحمه الله: ما أعظم عمل يتقرب به العبد إلى الله؟ فبكي رحمه الله ثم قال: أن ينظر الله إلى قلبك فيرى لأنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. اللهم ارزقنا هذا القلب. اللهم آمين يا رب العالمين.